ايه تمام. المفروض ده الفيديو المفروض السادس، او يعني ده الميتينج السادس ما بيننا، علشان بنتكلم عن اساسيات الماركتنج نفسه. اساسيات الماركتنج المفروض اتكلمنا عن اجزاء مختلفة، وقلنا ان احنا هناخد البيزكس بتاعت الماركتنج من الاول خلال الشهر اللي فات، خلال شهر 11. تمام، اتكلمنا عن اجزاء مختلفه هتلاقوها موجوده على اليوتيوب لو في حد من الناس اول مره يجوين معانا المره دي. اتكلمنا عن الجزء بتاع الماركت ريسيرش، واتكلمنا عن ازاي ندخل السوق، اتكلمنا عن اساسيات الماركتنج نفسها وازاي تاسس نفسك في الماركتنج، واخر مره اتكلمنا عن الجزء بتاع الانفايرمنت وطبيعة الماركتينج في الشركات. يعني جوه الشركة الماركتينج عامل ازاي، وانت دورك بيكون ايه، ومديرك المفروض دوره بيكون ماشي ازاي، وازاي تفهم طبيعة الشركة في الماركتينج بتاعها وما الى ذلك. تمام، طيب المفروض المرة دي هنتكلم عن ايه؟ الجزء بتاع النهاردة هنتكلم عن السيجمنتيشن تارجتنج بوزيشن، يعني المفروض ان انت ازاي تقسم العملاء اللي عندك من شريحة كبيرة جدا لتارجت معين وتحط لهم بوزيشن محدد. تمام، طيب الكلام ده هنعمله ازاي؟ هنشوف دلوقتي الكلام ده بالتفاصيل وازاي نقدر نشتغل عليه. تمام، طيب خلينا كده المفروض نستارت نشرح الدنيا بشكل مفصل، وفي الاخر بنخش لو احنا في اي تفاصيل او اي اسئله، سواء هي ريليتد بالموضوع نفسه او مش ريليتد بالموضوع. يعني لو انت عندك حد عنده اي سؤال بيبتدي يسأله، أيا كان بقى السؤال ده، بناخد الأسئلة الريليتد، وبعد كده بناخد الأسئلة اللي هي إيه مش ريليتد بالموضوع أصلا. تمام، طيب عشان برضو الناس لسه بتجوين، المفروض إن إحنا يعني إيه سيجمنتيشن وتارجتنج بوزيشن والكلام ده. مبدئيا كده في حاجة في الماركتينج عندنا اسمها الشريحة السوقية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا عندنا في شريحة في السوق إحنا بنستهدفها. ولنفترض مثلا كحد كده من الناس اللي معانا يقول مثلا هو منتج من المنتجات اللي شغال عليها، عشان ناخد اكزامبلز من الناس اللي شغاله بشكل دايركت. حد كده يقول لي شغال على منتجات ايه؟ الموضوع بيمشي في اللايف هنا بالمشاركه، يعني مش هقعد انا اتكلم والناس تنام يعني. تمام، احنا ممكن نختار عادي من الاسماء، يعني نشوف الناس اللي موجودة هنا. مثلا مصطفى، مصطفى شوف مصطفى. أنا كنت شغال على منتج ملابس. على ملابس صح؟ آه حلو، طيب تمام. خلينا كده نشوف جزء الملابس دلوقتي. احنا المفروض المنتج، تمام، خلينا كده ايه نوسع الدايرة اكتر، ونحاول نخلي الدنيا بالنسبة لنا مفتوحة. تمام، علشان كله يبقى تمام. طب احنا دلوقتي بنتكلم في الملابس. طب انا دلوقتي ببيع الملابس، حلو. طب انا دلوقتي لو انا بشتغل ملابس، الملابس دي هل بتكون لكل الناس ولا لا؟ احنا المفروض بقى بنبتدي نقسم السيجمنتيشن وتارجت اوبوزيشن. سيجمنتيشن خلينا نقول كده نشرح الجزء نفسه ماشي ازاي، او الموضوع ده ماشي ازاي. المفروض عندي سيجمنتيشن وعندي تارجت وعندي بوزيشن، تمام. دي اسمها اس تي بي، دي اسمها اس تي بي. طيب تعالى كده اخدك كده في حته كده تانية نتكلم فيها، او في موضوع كده تاني نتكلم فيه بشكل عام، ومعلومه كده مهمه عشان الناس بتبقى مش واخده بالها، او في نقط بتبقى مسقطاها او ما سمعتش عنها قبل كده، بتلخبط لها الدنيا خالص. في حاجه عندي في التسويق اسمها قوانين التسويق اصلا، تمام، او قواعد السوق، تمام، او قواعد التسويق نفسها، تمام، اللي هو قوانين او التسويق نفسه. يعني انا احاول ابسط الدنيا. وعندي غير التسويق في حاجه اسمها الادوات، تمام، الادوات اللي انا بدرس بيها السوق نفسه، او الادوات اللي انا بشتغل عليها في التسويق. طيب يعني ايه الفرق ما بين الاثنين، او ايه فرق ما بين التسويق والادوات اللي بشتغل عليها؟ عندي دلوقتي وعندي جزء التنفيذ، تمام، عندي جزء التنفيذ، تمام. طيب انا عندي هنا في التسويق مثلا، في انا محتاج المفروض ادرس العملاء، تمام، محتاج ادرس العملاء. طيب دراستي للعملاء دي المفروض بتمشي ازاي؟ المفروض في حاجه اسمها ميديولز،
او قواعد او قوانين او تولز او ادوات، بيكون ليها اسماء كتير جدا جدا. طب انا عايز ادرس العملاء، دراسة العملاء نفسها ده جزء في التسويق، يعني دراسة العملاء ان انا ادرس العملاء ده جزء في التسويق. طيب عشان ادرس العملاء عندي حاجات كتير ممكن اشتغل عليها، ممكن اشتغل ان انا اعمل اس تي بي، تمام، عشان اشوف الشريحه بتاعت العملاء نفسها، الشريحه بتاعت العملاء، اقسم العملاء. والله كل الناس مهتمه بالملابس، في ناس جوه مهتمه بالملابس، ناس مهتميه بالموديلات، ناس مهتميه بالاسعار، ناس التارجت دول بالنسبه له المهم الستايل، الموضه وما الى ذلك. طيب عندي في حاجه تانية مثلا ممكن اعمل عليها، اشتغل عليها مثلا حاجه الاصوات مثلا، تمام. طيب انا دلوقتي الاصوات، هل ممكن انا اشتغل اصوات انا عشان ادرس اشوف العملاء؟ اه بشوف العملاء اللي انا مستهدفهم، نقاط القوه نقاط الضعف الكلام ده كله. طب ايه تاني مثلا ممكن انا اشتغل عليه عشان ادرس مثلا العملاء واقسم شرايح العملاء والحاجات دي كلها؟ لا انا ممكن اشتغل مثلا على تولز مثلا مختلف، ممكن اشتغل مثلا على الباير بيرسونا، تمام، ممكن اشتغل على الجزء بتاع الباير بيرسونا، تمام. طيب انا دلوقتي واحد في المجال لسه شغال ولسه بشوف المجال بالنسبه لي عامل ازاي، بتلخبط انا دلوقتي امتى استخدم الباير بيرسونا وامتى استخدم الاسوات اناليسيس، امتى استخدم الاس تي بي والكلام ده كله. طب كل دول اصلا بيدرس العملاء، طب المفروض ان انا بستخدم اني فيهم؟ طب انا بستخدم واحده بس ولا بستخدمهم كلهم؟ في هنا بقى بنرجع بقى للفكر الاساسي، ان دي اصلا مديولز علشان ادرس بيها العملاء واشوف عملاء. يعني انا مثلا في حاجه مثلا في العملاء ممكن نشتغل عليها الكاستمر بيهيفير، تمام، الجزء اللي انا بشتغل عليه بتاع الكاستمر بيهيفير، تمام. طيب الكلام ده كله معناه ايه؟ لا انا دلوقتي الاوبجيكتيف بتاعتي، الهدف بتاعي ان انا ادرس العملاء. طيب انا هدرس العملاء، في قوانين محطوطه وفي اساسيات احطها وانا بدرس العملاء؟ اه في، ممكن اعمل اس تي بي في الحاله مثلا ان انا عايز اقسم شرايح العملاء، ممكن اشتغل سوات اناليسيس لو انا عايز اعرف نقاط القوه والضعف والكلام ده كله، ممكن اشتغل مثلا على البيهيفير والميديولز بتاع الكاستمر بيهيفير لو انا المفروض عايز اعرف طبيعه العملاء واللايف ستايل بتاعهم والكلام ده كله. فلما تيجي تدرس العملاء ده اه جزء في التسويق. طيب لما تيجي بقى تشتغل على ميديولز، تشتغل على ميديولز، لا انا ممكن اشتغل على ميديولز، يبقى انا هشوف الطبيعه بتاعت الناس ماشيه ازاي، الناس بتاع اه انا هدرس ايه بالظبط في الميديولز دي، الميديولز دي ما هي الا ادوات بتساعدني، ادوات بتساعدني في التسويق، ادوات بتساعدني في التسويق، ادوات بتساعدني في التسويق، ولكن هي مش البيزك بتاعت الماركتنج. يعني مثلا لو جه حد قال لك وانت شغال في الماركتنج لازم تشتغل الجزء بتاع السوات اناليسيس، على فكره انا ممكن اشتغل في الماركتنج وما اشتغلش سوات اناليسيس خالص، جدا عادي جدا، تمام، لان سوات اناليسيس هي ميديولز، طبيعه ممكن او قانون او اداه او تولز انا بشتغله بس علشان افهم معلومه معينه او اوصل لمعلومه معينه. طيب انا دلوقتي مثلا لو انا تاجر، لو انا تاجر مثلا وببيع وبشتري من عند عملاء وما الى ذلك، طب المفروض هل انا عارف السوات اناليسيز وعارف اس تي بي وعارف الكلام ده؟ لا، بس اساليه بقى عن العملاء ولا اساله عن العملاء يبقى عارف جدا ودارس العملاء وفاهم اكتر منك كمان. طب هو ما يعرفش اس تي بي ولا يعرف الكلام ده عادي جدا، بس هو مش عارف الميديولز، بس هو قادر يقرا السوق بشكل كويس. فما تمسكش نفسك او ما تثبتش نفسك او ما تلخبطش نفسك ما بين الاس تي بي والسوات اناليسيز والباير بيرسونا والكلام ده، تمام، وما بين ان انت بتدرس العملاء، انت في كل الاحوال بتدرس العملاء. طب في الحاله دي بعمل ايه؟ او في الجزء ده بعمل ايه؟ ببتدي اشوف انا هدرس العملاء، تمام. وعلى فكره الكلام ده برضو على الاجزاء التانيه، وانا بدرس منافسين وانا بدرس السوق وانا بشتغل ماركتنج ريسيرش وانا اي حاجه. ف النقطه هنا او المين بوينت بتاع الموضوع ده ان انت فرق جدا ما بين ان انت بتشتغل تسويق وما بين ان انت بتستخدم ميديولز عشان توصلك للمعلومه بتاعت التسويق نفسها. طيب انا دلوقتي هنا بتكلم عن دراسه العملاء، حلو. طيب انا دلوقتي عايز ادرس العملاء، حلو جدا. طب ايه الهدف من دراستي للعملاء؟ انا دلوقتي عايز ادرس العملاء، ايه الهدف من ده؟ والله انا الهدف ان انا عايز اشوف شريحه السوق نفسه، هتارجت مين بالظبط؟ الناس كلها بتلبس هدوم، انا مش هستهدف الناس كلها، خلاص يبقى انا في مديول، في مديول او في حاجه بتساعدني ان انا ادرس الكلام ده اسمها اس تي بي، يبقى انا هنفذ هنا الاس تي بي، خلاص تمام. طب انا دلوقتي عايز ادرس العملاء برضو بس عايز اشوف طبيعه البيهيفير بتاعتهم واللايف ستايل بتاعهم والكلام ده، خلاص هستخدم
الجزء بتاع الكاستمر بيهيفير. طب انا دلوقتي عايز ادرس النقاط القوه والضعف والكلام ده، عايز بستخدم السوات اناليس. ميديولز بتوجهني وتساعدني بس خالص، يعني دي بس بتساعدني. طب انا ممكن استخدم ممكن اقسم السوق، اقول والله لو انا بقى حد تاجر ومش بيفهم في الميديولز والكلام ده كله، ممكن ما يستخدمش الكلام ده. هو فاهم، انا عارف ان انا مثلا ببيع ملابس اطفال، او مثلا انا ببيع ملابس اطفال للمدارس، او ببيع ملابس المدارس، الملابس بتاعت المدارس للاطفال بتاعت الابتدائي. خلاص هو عارف بيبيع ملابس وبيبيع ايه والمين وامتى وفين والسيزون وكل حاجه، ولا هو استخدم اسوات ولا هو استخدم اي حاجه. لان بس هو فاهم ودارس السوق كويس جدا، وعارف بيجيب منين لفين، وعارف الستيك هولدرز اللي هو بيسميهم التجار الكبار في السوق والكلام ده كله. طيب المهم هنا، تمام، فرق جدا 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 ما بين انت بتشتغل تسويق والادوات او الميديلز اللي بتساعدك عشان تفهم ايه التسويق. طيب نرجع، دي نقطه مهمه. طيب نرجع بقى لنقطه مهمه، انا دلوقتي بشتغل في ايه، في الملابس. طب انا دلوقتي كل الناس مهتمه ان هي تلبس، يعني مفيش حد ما بيلبس، تمام، كلنا كله ناس بتشتري هدوم. طيب انا دلوقتي عندي اللي بيشتري هدوم دول، تمام، رجال، تمام، خلينا كده نقسم رجال، تمام، وعندي حريمي مثلا، تمام، وعندي اطفالي. حلو. طيب انا دلوقتي بشتغل رجالي وحريمي واطفالي والكلام ده كله. طيب المفروض بقى، المفروض ان انا بشتغل رجالي وحريمي واطفال والكلام ده. خلاص انا بدات اقسم بقى ايه كده، ايه انا كده بنلعب على سيجمنتيشن، تمام. خليني كده ايه احط لك، انت هنا بتلعب على سيجمنتيشن. انا مستهدف السيجمنتيشن كل الناس اللي مهتمه بالملابس، تمام، كل الناس ايه المهتمه بالملابس. يعني هنا كل الناس المهتمه بالملابس. حلو جدا. طب كل الناس بقى المهتمه بالملابس دي كلها، هل دول تارجت؟ لا، الناس دي كلها مش تارجت بالنسبه لي، الناس دي كلها سيجمنتيشن، تمام. طيب تعالى بقى ننزل على جزء تاني جدا، او نشوف بقى جزء مختلف. انت دلوقتي الناس دي ان هي مهتميه بالماركتنج، ومهتميه بان هي تشتري هدوم، ومهتميه بالاجزاء اللي هي تشتغل عليها، و ثانيه كده، ومهتميه ان هي تدخل في التفاصيل بتاعه التسويق والكلام ده. طيب خلاص، هي نزلت السوق وشافت ان هم هيشتغلوا على الملابس الحريمي، وحددوا ان هم هيشتغلوا على ملابس الحريمي. خلاص هنا ده تارجت، تمام، ده ايه تارجت، تمام. خلينا هنا نقول انا هشتغل على الملابس حلو، انا هشتغل على الملابس الحريمي. طب وانا بشتغل على الملابس الحريمي، وانا بشتغل على الجزء بتاع الملابس الحريمي، هنا خلاص حددت تارجت معين هشتغل عليه، حددت تارجت معين هشتغل عليه. طب هل انا ممكن اسبيسيفيك التارجت ده اكتر؟ ممكن والله اشتغل على الملابس مثلا البيتي، تمام. لما بيجي لك عميل، او لما يجي عميل ويقول لك والله انا دلوقتي محتاج اشتغل في الملابس، طب حلو جدا، العملاء بتوعك مين؟ الناس اللي بتشتري ملابس. انا مش عارف مين العملاء اللي بتوعي، بس انا ببيع كل حاجه. طيب انت بتبيع كل حاجه، انت اصلا ستور كبير؟ انا ستور كبير ببيع رجالي وحريمي واطفالي وكل الكلام ده كله. حلو جدا. طيب انت بقى بتبيع ملابس حريمي وملابس بيتي والكلام ده كله. هنا بقى في ستراكشر بيترسم، هناخد مثال تاني على ستراكشر مختلف. طيب انت لما انت بتبيع الكلام ده كله، او انت بتبيع الملابس الحريمي وبتبيع الجزء بتاع البيتي للناس، طب البوزيشن هنا بقى ايه؟ هنا البوزيشن بتاعك ايه؟ يعني ايه بوزيشن؟ في البوزيشن هنا انت بتحط المنتجات بتاعتك في خانة معينة، او في نقطة معينة. الناس اللي موجودة معاك، الناس اللي موجودة معاك في السوق اصلا مش حاطين نفسهم فيها، مش حاطين نفسهم فيها، او ما بيتكلموش مع العملاء نفسهم فيها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انا دلوقتي عميل بشتري مثلا ملابس رجالي. حلو جدا. طيب بشتري ملابس رجالي كلاسيك، تمام. طيب انا بروح اشتري من محلات معينه، عشان المحلات دي هي اوريدي حاطه نفسها في بوزيشن، او انا بشتري منهم عشان هم دايما دايما عندهم انواع معينه وماركات معينه ما بيغيروهاش، تمام. فانا مرتاح في الملابس عند الستورز دي او عند الماركه دي، فخلاص انا مش هغيرها. ليه بقى؟ لان الناس دي ثابته
على الستايل بتاعها اللي انا بشتريه من عندهم، ما بيغيرهوش. ده بوزيشن، تمام؟ وبيتكلموا دايما في ان هم الستايلك دايما موجود عندنا، يعني هم دايما بيقولوا ايه لما انا بروح هناك، بيقولوا لا انت الستايل بتاعك عارفينه موجود عندنا، ما تقلقش ده موجود على طول، تمام؟ فخلاص هو حاطط نفسه في بوزيشن، حاطط نفسه في بوزيشن. طيب انا دلوقتي انا بتكلم ان انا عندي ببيع ملابس، دي السيجمنتيشن بشكل عام، ببيع ملابس حريمي، تمام؟ ملابس حريمي دي ملابس بيتي. طب البوزيشن بقى بتاعي هنا ايه بقى؟ تمام، البوزيشن مثلا خلينا كده نقول لو انا ببيع ملابس بيتي مثلا، خلينا نقول ان هو حاطط نفسه كبوزيشن مثلا ملابس، تمام، ملابس قطن مثلا 100%، تمام، خلاص هو حاطط نفسه في الجزء ده، هو حاطط نفسه في البوزيشن ده، حاطط نفسه ان هو دايما حاطط عنده ميزة، تمام، مش موجودة الا عنده هو. هو في ناس ممكن تكون بتبيع ملابس قطن وكل حاجة، بس هو حاطط لنفسه معيار معين بيبوزيشن نفسه بيه وبيتكلم فيه، ان هو والله هو شغال على النقطة دي، ما بيغيرش ان هو بيتكلم، السلوجان بتاعه وطريقة كلامه كل حاجة بيتكلم فيها هي بتتكلم في الجزء بتاع ملابس قطن. طب تعالوا كده مثلا ناخد مثال مثلا مختلف مثلا عن جزء تاني. تعالوا مثلا كده نشوف مثلا لو اتكلمنا مثلا عن مثال من الواقع مثلا فودافون، تمام. طيب فودافون دلوقتي المفروض ان هي عندها مثلا فودافون الكارت، تمام، وعندها مثلا فودافون مثلا البيزنس، تمام، وعندها مثلا فودافون مثلا فليكسات، تمام. طيب هي عندها الثلاث نقط دول، او عندها الثلاثه برودكت دول، لو احنا بقى بنتكلم على مستوى برودكت، هي مقسمه السوق ان في ناس بتوع بيزنس هو محتاج الخط معاه دايركت شغال دايما، محتاج التفاصيل بتاعت البيزنس بتاعه يقدر يتابعها دايما، الانترنت عنده ما بيفصلش، بفولو اب على الاجزاء بتاعته كلها. في شركات بتعتمد دايما على ان هي ماشيه بنظام بيزنس، الخطوط شغاله دايركت كمان ازاي. طيب عنده في ناس اصلا تانية، في ناس تانية هي بتشتغل مثلا بنظام، خلينا نقول مثلا فودافون ان مثلا، تمام. طيب هنا فودافون ان، تمام، خلينا كده نعملها ان، تمام، خلينا فودافون ان هو هنا متارجت الشباب، تمام. خلينا هنا بقى نحدد، طيب هنا رجال الاعمال، تمام. طيب هنا مثلا هنا بقى هنقول الفلكسات، الطبقة مثلا تمام. هنا دول مستخدمين عاديين جدا جدا، مستخدمين شعبيين من اي حته، ناس عاديه جدا، مفهوم مش بيتراست على اي حاجه، هو محتاج ان هو يكولز وياخد اوفرز، ياخد فليكسات اكتر، خلاص هو عارف هنا ان هو بيتارجت الناس دي، عارف ان هو بيتارجت الناس دي. طب الشريحه دي هيتكلم معاها في ايه لما يجي يتكلم معاها؟ عارف ان هو هيقول له والله انت عندك فليكسات، تمام، تمام، زيادة على مثلا الكارت مثلا ال 15، حلو، خلاص هو هنا حط الشريحة دي في حتة معينة، وقدر ان هو يفهم ان الناس دي بتدور على نقطة معينة، وقدر ان هو يتارجت الناس دي بفكرة معينة. طب رجال الأعمال، رجال الأعمال مثلا تابع، تمام، أعمالك حتى في التجوال، تمام، كان الناس عندها مشكلة في حتة التجوال ده، وهو يطلع بره مصر لازم يجيب شريحة تانية ويشتغل على ويشتغل على شبكة تانية علشان يقدر يكمل ويقدر يتابع. لا انت معاك فودافون ومغطيها اي حتة، تمام. طيب هنا مثلا الشباب اكتر حاجة الشباب بيستخدمها الانترنت، تمام، والواتساب وفيسبوك وما الى ذلك، تمام، ماشي، انترنت، تمام، مفتوح، تمام، او واتساب مفتوح، تمام، خلاص هو هنا قدر ان هو يتارجت، عارف ان هو هنا هو بيبيع ايه بقى؟ فودافون هنا بيبيع مثلا كروت او مكالمات، تمام، خلاص هي بتبيع مكالمات، فعارفه ان هي قدرت ان هي ازاي تحط تارجت معين. هنا هي شغاله على جزء من السيجمنتيشن، تمام، انا السيجمنتيشن
تمام، وقسمتهم لتارجت تمام، وعملت بوزيشن تمام هنا، وخلاص قدر يقسم المنتجات بتاعته وعمل لها تارجت وعمل لها بوزيشن. معظم الشركات حاليا من اوائل كمان العشرينات بقت تشتغل ان هي بتبراند البرودكت نفسها، مش بتبراند اكتر ما بتبراند الشركه. يعني ايه؟ يعني دلوقتي ما يبقاش ينفع ان شركه تكون قايمه على ان هي شركه فودافون وبتبيع خطوط مكالمات بس، لا، هي لازم تشتغل على فودافون كاش، لازم تشتغل على تحويلات، لازم تشتغل على انظمه مختلفه، لازم تشتغل على برودكتس كتير. مثلا يونيليفر مثلا تشتغل على حاجات كتير. مثلا لو احنا مثلا اتكلمنا مثلا على براند، مثلا لو اتكلمنا مثلا عن بانتين فور اكزامبل، مثلا بانتين ده لو انت سالت لو انت سالت مثلا ناس مختلفه، لو انت سالت ناس مختلفه وقلت لهم بانتين، لا، هيقول لك ده بانتين ده براند تمام، ويبقى مفكر ان هي شركه وعارف ان هي شركه، والناس العاديين والدي ووالدتك ووالدتك ووالدي عادي جدا، لا انا عارف شركه بانتين، في حين ان هي اصلا بانتين مش شركه، لا هي بانتين اصلا منتج تابع لشركه تمام. طب بقوا يعملوا كده ليه؟ لان الشرايح اصلا التارجت نفسه بقى مختلف، واختلافاته مختلفه واختياراته مختلفه. يعني انت ممكن تلاقي شباب يقول لك لا انا اصلا مش عايز فودافون ان لان انا مش بستخدم نت كتير تمام، جزء منهم. طب انت رجال كده كده معايا الصوت كده تمام شغال ولا؟ تمام. تمام. طيب خلاص، كنا واقفين عند ان دلوقتي معظم الشركات مش بتبراند نفسها از شركه اكتر ما بتبراند البرودكتس نفسها. يعني انا دلوقتي كشركه المفروض ان انا علشان اشتغل جوه، بس نعمل ميوت علشان الناس تمام. طيب انا دلوقتي كشركه المفروض ان انا عشان اشتغل انا مش ببقى مكتفي ببراند واحد بس او ببرودكت واحد بس وابتدي اشتغل عليه او سيرفيس واحده بس، انا محتاج فاريتي كتير جدا ومحتاج منتجات كتير جدا عشان ابتدي ان انا اشتغل على السوق بشكل واضح، ابتدي ان انا اغطي شرائح مختلفه، ابتدي ان انا اغطي اهتمامات مختلفه. فانا دلوقتي عشان كفودافون اشتغل مثلا على جزء واحد بس اللي هو الشباب بحاجه معينه، لا انا محتاج ان انا اتارجت، احط كذا تارجت وكل تارجت ليه بوزيشن مختلفه ما الى ذلك. فمعظم الشركات دلوقتي بقت تشتغل على فيرايتي كتير. قلنا لو انت مثلا سالت مثلا اي حد مش شغال براندنج او مش شغال ماركتنج وما الى ذلك، وقلت له والله احنا دلوقتي بنتكلم في حته بنتين ايه رايك فيها؟ اقول لك اه ده شركه كويسه جدا جدا، وما يعرفش مثلا ان بنتين دي هي اصلا منتج مش شركه وهو تابعه لشركه تمام. طب مثلا اريال مثلا، لو انت جيت سالت اي حد يقول لك ده شركه اريال كويسه جدا، في حين ان هي اصلا مش شركه، ده هو منتج مع منتجات كتير جدا مختلفه في السوق. طب ولنفترض خلاص، طيب اريال في نفس الشركه هي عامله اوكسي تمام، بس كل واحده منهم حاطه براند مختلف. يعني مثلا لو جينا مثلا اتكلمنا كده عن جزء مثلا عن مثلا ايه، قلنا مثلا اوكسي تمام، وقلنا مثلا اريال تمام، وقلنا مثلا هتلاقي معاهم تايد مثلا تمام، هتلاقي تايد مثلا تمام، تايد مثلا هيقول لك مثلا كان تايد كانت بتتكلم في التوفير مثلا تمام، كان بيتكلم فعلا في التوفير. عندنا اريال هنا بيتكلم نظافة ريحة مش عارف توفير برضه تمام. طيب لو جينا هنا اوكسي مثلا اقول لك الهدوم بتتنفس تمام، عشان يعني تكنولوجي الاكسجين ومش عارف ايه والكلام اللي بيقعد يتقال ده تمام. طيب هو اصلا كل واحدة منهم، كل واحدة منهم رايحة لبوزيشن معين. هنا بيجيب لك عبلة كامل واقفة في نص
الغيط او واقفه في نص الارض وبتتارجت فئه معينه جدا. تايد لا بتتارجت فئه مختلفه، تمام، الفئه المتوسطه في القاهره مثلا. اوكسي لا هي بتتارجت الناس اللي فاهمه اكسجين وفاهمه ازاي العوامل، الناس بقى اللي هي لا احنا بنجيب اوكسي لان هي حاجه متطوره شويه، تمام، مع انها كانت ارخص وما بتنضفش ما بتعملش اي حاجه، تمام. طيب خلاص، هو هنا حط في اصلا بوزيشنز مختلفه في السوق، في ناس بتدور وممكن تكون هي نفس التارجت او تارجت مختلف، تمام. لكن هو خلاص هو عارف ان في حاجه اسمها اس تي بي، هو لازم أن يطلع فاريتي مختلفه ويحط لها البوزيشن بتاعها اللي تعتمد عليه، تمام، يحط لها البوزيشن بتاعها اللي تعتمد عليه، تمام. طيب دي الاجزاء، تمام. انا يعني في اسئله بس انا هاخدها في الاخر. طيب تعالى كده، انا بس عايز اكستمايز البورد دي عشان الدنيا بالنسبه لكم تبقى واضحه يعني، تمام. خلينا كده ناخد دي كده جزء عشان الناس اللي بتحب تاخد سكرين وكده والكلام ده يبقى الدنيا بالنسبه لهم واضحه، تمام. فانت ممكن تعتمد في الجزء بتاع الاس تي بي بتاعك على ان انت تاخد الشريحه بتاعتك في اي حته انت عايزها، تبتدي تبراند على حسب البيزنس اللي معاك، تبتدي تظبط الجزء بتاعك على الكلام ده كله. طب احنا بنستخدم اصلا كمان بنستخدم الجزء بتاع الاس تي بي في ايه؟ الاس تي بي هنا احنا لما بنيجي نشتغل على مديول معين او بنيجي نشتغل على شركه لسه بنستارت معاها، بنعمل حاجه اسمها سيتويشن اناليسز، تمام. بنعمل حاجه اسمها سيتويشن اناليسز. يعني ايه سيتويشن اناليسز من غير ما نخش في تعقيدات؟ يعني انا بقى اناليسز الشركه دي او البرودكت ده او البروجكت ده حته حته، ببتدي اشوف كل التفاصيل بتاعته، ايه التفاصيل اللي انا محتاج اعملها او اشتغل عليها علشان ابتدي ان انا اشتغل وابني الاستراتيجيه بتاعتي، تمام. احنا عندنا تفاصيل والله عن المنتج، طب بعد اذنك انا محتاج تفاصيل المنتج بتاعكم، تمام. طب انا محتاج تفاصيل العملاء، انتوا بتستهدفوا مين؟ والله احنا بنستهدف كل الناس اللي بتشتغل على واحد من الناس من الامثله، عميل هو بيفتح فاتح توكيلات لعربيات مختلفه، تمام، توكيلات تصليح وما الى ذلك. طب هو بيشتغل على ايه بالظبط؟ هو بيشتغل ان هو اي عربيه بتيجي بيبتدي يشتغل على انه يصلحها ويركب لها الادوات اللي محتاجه تتغير فيها ويبتدي يتشيك العربيه وما الى ذلك. طيب الراجل ده كان شغال في انواع كتير جدا جدا، تمام، انواع كتير مختلفه، تمام. طب بعد كده ايه اللي حصل؟ المفروض الراجل ده محتاج ان هو يبراند نفسه ويبراند المكان وما الى ذلك، كان محتاج ان هو يعمل بيرسونال براندنج، ان هو بيصلح اي عربيه وان هو معاه اي حاجه ممكن يشتغل عليها. لكن لما جه يشتغل لقينا ان احنا محتاجين نعمل حاجه تانية مختلفه، اللي هي ايه؟ ان الراجل ده يبراند نفسه كفاليو بروبوزيشن، كفاليو بروبوزيشن، تمام، على جزء الفاليو بوينت نفسها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي انا هنا الناس عندها احتياجات محدده، الناس عندها احتياجات محدده. يعني ايه؟ يعني دلوقتي الناس عندها مثلا كانت مثلا العربيه اللي هي شروكي، تمام، عربيه شروكي يعني، تمام كده، تمام. العربيه الشروكي دي كان معظم الناس عندها مشكله في العربيه دي على المشاكل بتاعت جزء تكنيكي في الموتور نفسه، جزء تكنيكي في الموتور ده. الراجل ده كان متخصص جدا في الحته دي، كان اكتر من مره كذا حد يقول له يجي له على حسب الفاليو بروبوزيشن، على حسب الورد اوف ماوث، كذا حد بيجي يقول له والله انا عندي نفس الجزئيه اللي كانت عند فلان، عندي نفس الجزئيه اللي عند فلان، عندي نفس الجزئيه اللي عند فلان. بدانا نبوزيشن الراجل ده والفروع بتاعته على الحته دي، ان الراجل ده متخصص جدا جدا في العربيه دي، تمام. هنا ده الاحتياج نفسه، تمام. في حاجه اسمها
بس مش عايز أدخل في متاهات كتير. تمام. الفرق ما بين الفاليو بير بوينت والفاليو بروبوزيشن، البوينت هو الناس محتاجه ايه بالظبط، دي البوينت اللي هي محتاجاه. بروبوزيشن دي الاضافه اللي انت هتديها لهم او الحاجه اللي انت هتضيفها لهم عشان تسد الاحتياج ده. فالناس اصلا عندها في مشكله في عربيه الجيب شروكي ان هم عندهم احتياج معين في الموتور، فالراجل ده بيقدر يقدم الاحتياج ده. بدانا نشتغل بقى على جزء الاس تي بي هنا. تمام، انت دلوقتي عندك جزء اس، الجزء بتاع الاس تي بي احنا بنتكلم ان الراجل ده عنده اضافه يقدر يضيفها. طب انت ليه ما تعملش لنفسك بوزيشن في الحته دي؟ ليه ما تعملش لنفسك جزء ان انت تقدر تشتغل على الجزء ده وتبتدي تشتغل تبتدي تبراند نفسك فيه، وتبتدي ان احنا نحط للناس دي فاليو معينه باس تي بي. بدانا نقول ان احنا كل الناس، تعالى كده نتكلم على جزء الاس والتي والبي. تمام، كل الناس المفروض اللي معاها عربيات. تمام. طيب انا دلوقتي بتارجت مثلا الناس اللي معاها شروكي. تمام، طب الناس اللي معاها شروكي بقى بعمل لهم بوزيشن معين اللي هو ايه، تصليح الموتور بطريقه معينه. تمام، طيب خلاص بدأنا بقى حاليا نشوف القصه دي هتمشي ازاي. المفروض الراجل ده يونيك في الحته دي، فخلاص هنا نعمل اس تو بي ونبتدي نتارجت الشريحه دي بس، نتارجت الشريحه دي بس، ان احنا محتاجين نبراند نفسنا ان احنا الناس كل الناس اللي مهتمه بالعربيات. انا مش محتاج كل الناس دي، انا بس محتاج الناس اللي عندها شروكي عربيه، نوع من العربيه، وعندها مشكلة. أنا بقى بعرف أحل مشكلة الموتور دي. تمام، وأبتدي إن أنا أبوزيشن نفسي في ده، من هنا اسمي هيطلع، اسمي هبقى أنا بوزيشننج في حتة معينة. تمام، فأنت في جزء الجزء بتاع السيجمنتيشن تارجت بوزيشن، أنت بتسيجمنتيش، بتاخد تارجت معين، بتاخد شريحة معينة من الناس أو من الأودينس بتوعك، والشريحة دي بتبتدي تضيف لها، الشريحة دي بتبتدي تضيف لها التفاصيل اللي انت تقدر تقدمها لهم، وتبوزيشن نفسك فيهم بسلوجان معين وبطريقه معينه وببراند معين تقدر تديه له. تمام، فلما انت تيجي تشتغل على بروجكت او تيجي تشتغل على نقطه من منتجات محدده، تبتدي تشتغل على النقطه دي. خلاص انا عارف ان الناس عندها احتياج معين، والناس ده انا بقدر اقابله بشكل كويس، بقدر اقابله بشكل كويس، واقدر ان انا ابوزيشن نفسي فيه. تمام، طيب لو احنا مثلا بنشتغل براندنج برضو بنحتاج الجزء ده، انت بتتارجت اني ناس بالظبط؟ تمام، عشان تقدر توصل لهم الرساله بتاعتك بالبوزيشن اللي انت هتحط نفسك فيه. والله انا هحط نفسي في بوزيشن معين، ان انا مثلا متخصص مثلا في الاي سي او. حلو، فخلاص وبدات تبني براندنج على كده، وبدات ان انت تعرف الناس ان انت عندك، ان في اصلا الناس دي عندها احتياج معين، فانا مش محتاج كل الناس، او انا مش بتكلم مع كل الناس اللي محتاجه تدرس اي حاجه في الماركتنج. لا خلاص، انا كل الناس اللي محتاجه تسويق. تمام، انا المفروض بشتغل بتارجت الناس اللي بتتكلم في الجزء بتاع الاي سي او. تمام، والمفروض الاس اي دول انا بتارجت الناس اللي هم الجداد. تمام، حلو، الجداد. تمام، والجداد دول انا ببوزيشن نفسي فيهم معاهم، بقول لهم مثلا الاي سي او مثلا بطريقه سهله. تمام، خلاص هي الناس دي اصلا محتاجه كده، محتاجه حد يقول لها الاي سي او من غير تعقيدات بقى، ويقول لها بقى باك لينكز، ولا يقول لها اربطه ده بده، ولا اعمل مش عارف ايه مش عارف ايه، ولا روح الموقع التاني، ولا سطب. هي الناس دي مش محتاجه كده، هي محتاجه تفهم الاس اي او بشكل بسيط جدا جدا. وانت حد متخصص اي سي او، خلاص انت عملت بوزيشن معين. تمام، واشتغلت على الشريحه دي بطريقه معينه، خلاص انت فاهم الشريحه دي، وان الشريحه دي بالنسبه لك بقت مفهومه، وهتقدر تعمل فيها ايه بالظبط، وبدات تسيستم نفسك على الاجزاء دي. خلاص انت الدنيا بالنسبه لك بقت واضحه، وانت عارف هتعمل معاهم ايه، وهتشتغل معاهم ازاي، والقصص دي كلها. تمام،
لازم تشتغل على الناس دي في اماكنهم الصح، تمام؟ ما ينفعش ان انت انا هشتغل مع الناس دي واكلم الناس الجداد في الاس اي او، تمام، بشكل ادفانسد جدا على لينكد ان، او اكلمهم على الميل، تمام؟ لا، طب ما انت محتاج تتوجد في الاماكن اللي الناس دي موجوده فيها. اي حد بيجنر، تمام، ما ينفعش تكلمه بشكل بيجنر جدا جدا على مثلا على لينكد ان الا في شرائح معينه، تمام. وفي نفس الوقت كبوزيشن انت لازم تبقى فاهمها ان هي الصوره البسيطه جدا 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 اللي انت بتحط نفسك فيها عشان الناس تفتكر منتجك، تمام. يعني انا مثلا لما اجي اقول للناس الاي سي او بطريقه سهله، خلاص، هي الناس اول ما تحب ان هي تفهم اي سي او بطريقه سهله، عارف، خلاص، روح يا محمد خد البيج دي، هتلاقي الناس دي هتساعدك كويس جدا جدا، تمام. يعني مثلا احنا مثلا عندنا نقطه معينه، ان اي حد عنده اي سؤال في الماركتنج بيبعت على الميل، تمام. خلاص، هي الناس اوريدي حاليا بقت حافظه الكلام ده. اي حد بيجي لي ناس بتبعت على الميل انا ما بقاش عارفها، بيكونوا بيقولوا لي احنا جايين من طرف، مثلا كان حد بيقول لي محمد بتاع البروجكت بتاع الجيم، علشان وقال لي اسال حضرتك لان انا عندي مشكله في حته كده. خلاص، انت حطيت لنفسك بوزيشن في حته معينه، الناس عارفاك بالحته دي، في صوره ذهنيه معينه، تمام، الناس حطاك فيها، تمام. ده الجزء بتاع الاس تي بي، والجزء يعني باكتر من كيس، باكتر من طريقه تقدر ان انت تطبق فيها على الجزء بتاعك، او على حسب الجزء اللي انت محتاج تفهم فيه اكتر، او الجزء اللي انت محتاج تطبق عليه على حسب البروجكت بتاعك، تمام. خلينا نشوف كده، كان في سؤال في الشات، ولو حد عنده سؤال بقى. احنا ما بنسوقش للشركه قد ما بنسوق للبرودكت، ما بنسوقش للشركه قد ما بنسوق للبرودكت، تمام. لكن على حسب برضه، خلينا افكر برضه في نقطه تانية، ايه المستوى بتاع الشركه نفسها؟ انا شركه ستارت اب وعندي برودكت واحد، تمام، عندي برودكت واحد، خلاص، انا هسوق للشركه بس هسكوب جدا جدا جدا، تمام، على المنتج بتاعي. يعني انا هسكوب جدا جدا على المنتج بتاعي. تعال مثلا ناخد مثال شركات العقارات، تمام. لما بيجي عميل يسأل على شركات العقارات، او ما بيجي كشركه عقارات تسوق لمنتج، مش بنسوق باسم الشركه اصلا خالص، تمام. التسويق كله بيبقى باسم البروجكت نفسه، لان شركات العقارات قايمه على كومباوندز مختلفه، مشاريع مختلفه، خلص المشروع تخش في مشروع تاني وما الى ذلك. ده واحده من اقرب الامثله، تمام. فبعض الاندستريز او اغلبها حاليا فعلا فعلا بنسوق از برودكت، مش بنسوق از شركه، مع العلم ان لازم طبعا الشركه يكون لها اسم، بس لازم بنركز جدا 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 مع المنتجات، تمام. بس يعني مثلا لو احنا بنتكلم مثلا في ابل مثلا، تمام، ابل، انت لو جينا نتكلم مثلا عايز اشتري تليفون، معظم الناس مش هيجي يقول لك انا هشتري تليفون ابل، هشتري تليفون ايفون. كل الناس بقت تقول انا هشتري ايفون، تمام، مع ان ليه بقى؟ ابل عندها ايفون. طب لو جيت مثلا قلت انا محتاج اشتري لابتوب، تمام، حد تاني ممكن يجي يقول لي هات بتاع ده برو ماكس، تمام، او اجهزه برو. خلاص، هو عارف، او يعني ابل خلاص حطت نفسها ان اللابتوب واخد واي معين، الموبايل واخد جزء معين. طب لو جينا اتكلمنا بقى كابل، لا، هي الناس عارفه ابل، بس في نفس الوقت هي فاهمه ده ايفون 11، ده ايفون اكس، ايفون كذا، ايفون كذا، تمام. تمام، خلينا كده نشوف في حد تاني عنده سؤال. هو تقريبا حد هو اللي رفع ايده يسأل عادي، يعني يفتح المايك ويسأل. منى، مساء الخير. ازيك يا منى؟ عامله ايه؟ تمام، الحمد لله. اخبارك ايه؟ تمام، الحمد لله. بالنسبة
التسويق ان انا هسوق للبرودكت. طب انا لو عايزه اعرف الشركه نفسها، لو انا مثلا عندي برودكت او وعايزه شركه تقوم بيه. لا مش فاهم يعني ايه عندي برودكت عايز شركه تقوم بيه. طيب اجيب لك مثال، اه مثلا معاك. لو عندي قطعه ارض، حلو. عندي قطعه ارض وعايزه شركه تدخل مطوره تعملها مشروع، تمام. فانا ما اعرفش بقى الشركات اللي عايزه، المفروض ان انا ادخلها الشركات المطوره كتير او الشركات اللي كويسه، الشركه اللي تقدر تنفذ في الوقت المحدد وكده، فعايزه تمام. اعمل سيرش على الشركات دي وادخل جواها. يعني انا دلوقتي عايز اعمل سيرش عن الشركات اللي هي المفروض شغاله تطوير عقاري وما الى ذلك، صح؟ اه المفروض ان حلو. انا كده اعمل كده. بوصل لهم من نفس النقطه بس بطريقه مختلفه. ازاي؟ ببتدي اشوف ايه المشاريع اللي ناجحه في السوق اصلا، تمام؟ ايه المشاريع اللي موجوده في السوق وناجحه؟ والله انا عندي مثلا في مثلا مشروع مثلا ماونتن فيو مثلا، حلو. مين الشركه المنفذه للمشروع؟ والله انا عندي مشروع في حته معينه او بيتكلم عن نقطه معينه، مين اللي شغال على المشروع ده؟ ببتدي اوصل للموضوع بس بالعكس، يعني انا ببتدي اوصل لنفس نفس الناس الموجوده في السوق بس بالعكس. المفروض الناس دي موجوده او مشهوره بمشاريع، صح؟ طب اللي مشهورين بمشاريع دول ايه المشاريع اللي مشهورين بيها؟ واوصل من المشروع، واوصل من المشروع للشركه نفسها. فاهم قصدي؟ انا فاهمه قصدك، بس ده في مدينه كبيره او في العاصمه او مدينتي او المدن الكبيره الجلاله وكده، بس حلو. انا لو عايزه مثلا لو في محافظه، قطعه الارض في محافظه وعايزه شركه مدوره من داخل المحافظه. شركة مطورة من داخل المحافظة نفسها. اه يعني أنا معايا قطعة أرض في محافظة وعايز شركة مطورة، هقلب نفسي عميل، هعمل نفسي إن أنا عميل. أنا دلوقتي محتاج إن أنا أشتري، هلاقي بقى الناس هي اللي بتجري عليا، الشركات هي اللي بتجري عليا. أنا محتاج أشتري حتة أرض، تمام يا جماعة؟ أنا محتاج أدخل على أي جروب تابع للمحافظة دي، يا جماعة أنا محتاج أشتري حتة أرض، تمام؟ طب أنا هتشتري حتة أرض فين؟ هشتري حتة أرض في المحافظة، تمام؟ أيا كانت الأرض إيه، هتلاقي الناس أصلاً، وسيبي رقمك في أي حتة، هتلاقي الناس هي أصلاً اللي جاية بتدور عليك، وجاية تقول لك أنت عايز تشتري الأرض فين؟ طب منين؟ طب عايزة مساحتها قد إيه؟ ده إحنا شركة كذا وعاملين 1 2 3 4، ده إحنا شركة مش عارف إيه وعاملين كذا كذا، تمام؟ فأنت اقلبي نفسك على طول عميل. ما تحطيش نفسك في إن أنت حد محتاج حد يشتري وما لازم، على الأقل كمان تشوفي مصداقية الشركات وطريقة شغلها ومشاكلها والقصص دي، وروحي قابلي الناس على إنك عميل عادي جدا، وشوفي طريقتهم وشغلهم وما إلى ذلك. بعد كده، بعد كده ابي خلاص قولي للناس دي أنا اشتريت الأرض دي وعايز أبيعها أو عايزة شركة تبنيها. تمام؟ يعني أنت اقلبي نفسك عميل على طول. اوكي تمام. تمام؟ يعني مثلا ده في دمياط صح ولا فين؟ أنا فاكر أنت كنت قايلة لي فين؟ صيف هنا. في هنا. طيب يعني انتوا اصلا عاملين حفله امبارح قد كده، مش هتعرفوا تجيبوا شكلها. لا الحفلة دي في الأقصر مش هنا. الاقصر. اه صح، سوري انا اسف، انا اسف، صح معلش انا لا هو بص حضرتك، هو في عادة عند الناس هنا إن هما مش بيحبوا يعرفوا عن نفسهم، مش بيحبوا يشتغلوا في نفس البلد أو أي حد يدخل لهم وكده، بيبقى حد داخل كده مش عارفة أجيبهالك إزاي، يعني حد داخل كده من شركة كبيرة من حاجة اللي ما بيتكلموا معاه، لكن إن أي حد كده يدخل لهم لا دي صعبة. ماشي اوكي. انت لو انت عميل وانا دلوقتي رايح لشركه، تمام، وانا عميل، لا اكيد الشركه هتجري ورايا، صح؟ اه ما انا ما فكرتش في حكاية الناس. ايه تمام في مفكر عميل ايه فهو كده تمام. بس تمام. خلينا كده، كان في حد بعت حاجه على الشات. ايه الفرق ما بين خطه التسويق السنويه وخطه التسويق قصيره المدى وما هي الضوابط؟ وبارك الله فيك، الله يعزك. بص، خطة التسويق، خلينا ناخدها، ناخدها جزء جزء. ايه الفرق ما بين خطة التسويق السنوية وخطة التسويق قصيرة المدى؟ بص، خطة التسويق السنوية وقصيرة المدى الاثنين واحد، بيختلفوا في حاجة واحدة بس،
التوقيت اللي انا هبني عليه المده وهبنيه على ايه. يعني مثلا انا دلوقتي محتاج اعمل ماركتنج بلان، حلو جدا. طب الماركتنج بلان اللي انا هبنيها دي لايه؟ ايه الشركه اللي انا هبني لها الماركتنج بلان نفسه؟ هل هي شركه اصلا كبيره وتتحمل المرونه، تتحمل المرونه اللي هتحصل على مدار السنه ولا لا؟ اه هتتحمل، لان الشركه كده كده بقى لها سنين وماشيه وبتسوق، حلو جدا. طب انا دلوقتي شركه لسه ناشئه جديده، لسه ببتدي. لا والله انا لسه ببتدي، اه، لكن انا هبني الخطه بتاعتي على مدار 3 شهور، كوارتر واحد اللي هو 3 شهور، علشان ابتدي اشوف ال3 شهور دول هبني هيطلع لي فيها نتائج ولا لا. هل ان انا بسوق كده بطريقه صح ولا طريقه غلط؟ هل انا ماشي صح ولا غلط؟ طب انا دلوقتي المفروض ان انا هعرض مثلا، هعرض مثلا البروجكت بتاعي، تمام، على مثلا مستثمرين. حلو، هعرض البروجكت بتاعي على مستثمرين وانا لسه مشروع جديد. طيب انا لسه مشروع جديد ولسه هعرض المشروع، المستثمرين بيشترطوا، اي مستثمر عشان يشتغل يقول لك والله وريني ماركتنج بلان بتاعتك، تمام، تكون على الاقل سنه ونص. فخلاص انا هنا هعمل نفس البلان لكن على سنه ونص. فالتوقيت على حسب الكيس بتاعت الشركه نفسها، يعني الكيس بتاعت الشركه او وضع الشركه ايه وابني عليه، تمام. وكل ما كانت البلان اقل، تمام، كل ما كان فيها مرونه اكتر. يعني ايه مرونه اكتر؟ يعني اقدر اغير بسرعه، تمام. طب لو البلان مبنيه على سنه، لا التغيرات فيها هتكون صعبه شويه، تمام، لان انا باني سيستم سنه كامله، لان خطه التسويق لازم تكون مربوطه بخطه ماليه من بتوع الماليات او من بتوع المحاسبين اللي موجودين معايا، والخطه الماليه لازم تكون مربوطه باهداف الشركه وميزانيه الشركه وما الى ذلك. لو احنا بقى بنبني ماركتنج بلان مربوطه ببعضها، عشان بعض الشركات بتاع ماركتنج بلان يروح يعمل ماركتنج بلان مع نفسه في الخيال، وما يعرفش اصلا الشركه مستهدفه عائد قد ايه ولا تكاليفها قد ايه، وبتوع التسعير المحاسبين هم اللي عمالين يسعروا او بتوع الاستيراد، وتلاقي كل حته في حته، وفي الاخر تلاقي الشركه اخر السنه بتخسر، تمام. فعلى حسب الكيس بتاعت الشركه بتقول ايه، تمام. لكن الخطط نفسها اوقاتها متغيره عادي جدا، ما فيهاش فرق، ده ماركتنج بلان. والتامبل بتاعتها او النماذج بتاعتها متغيره على حسب الشركه نفسها. يعني انا لو شركه مثلا مصنعه بطلع منتجات بصنعها، تمام، مثلا بصنع شاي، بصنع كراريس، بصنع اقلام، ايا كان، غير لما انا اكون شركه اصلا اي كوميرس مثلا، او شركه شحن او شركه سيرفيس او كده. هنا في حاجات هتكون اساسيه موجوده، في حاجات مش هتكون اساسيه، تمام. في لو انا مطعم او انا بعمل بلان مثلا لسلسله مطاعم، لا انا لازم أنا احط له حاجه مهمه جدا جدا، الستيك هولدرز بتوعه، الناس اللي بتجيب له الخيار والقوطه والمنتجات بتاعته اللي بيطبخ بيها والكلام ده كله. الناس دي لو ما جاتش المحل هيقفل، الكلام كله، الدنيا كلها هتقفل. فلازم احط له جزء بتاع ستيك هولدرز يعني جامد جدا، تمام. طب لو انا مثلا، لا انا مش معتمد على ده، انا شغال اصلا مثلا مش معتمد على الاستيراد ولا اي حاجه، ده انا سيرفيس، تمام، بقدم مثلا ماركتنج بلان او بعمل مثلا تسويق للشركات، خلاص انا مش محتاج ستيك هولدرز. يبقى انا هحط ليه في الماركتنج بلان بتاعت ستيك هولدرز ده كنت انا اصلا اللي ببني للناس. فالماركتنج بلان اوقاتها متغيره، تمام، ده اولا. ثانيا الماركتنج بلان نفسها از اكزامبل متغيره، عشان بس في ناس كانت بتقعد تشوف الماركتنج بلان وتقعد تقارن ما بين كل البلانات في بعضها وتقول ايه الفرق، طب انا اعمل دي ولا دي ولا دي، مفيش حاجه اسمها كده. وعلى حسب البيزنس بتاعك اصلا ايه، تمام. ده الجزء بتاع، يعني الجزء بتاع بتاعك، تمام. طيب السؤال اللي بعد كده، الجزء بتاع السوستاك، تمام. الجزء بتاع السوستاك هنا انا بتكلم في التفاصيل بتاعه، او امتى استخدمها. لا بص، امتى استخدمها دي على حسب انت هتحتاجها امتى ولا لا، تمام. انت البلان بتاعتك ساعات بنستخدمها ساعات ما بنستخدمهاش. البلان بتاعتك اصلا قادر ان انت تبنيها على سوستاك، بعد كده ارفعها على بلان عاديه. يعني مثلا انا بفكر في الماركتنج بلان، طب افكر هبنيها ازاي؟ ببتدي احط السامري الاول، تمام، التفاصيل الاول. انا دلوقتي كسيتويشن اناليسيس بالنسبه لي ايه الدنيا؟ يعني السوستيك هي مديول او زي ما كنا بنتكلم هنا كده بالظبط، مديول بيوضح لي التفاصيل قبل ما اخش
في ماركتنج بلان كبيره عريضه، لا انا بستخدم سوستيك عادي جدا، واللي هي اصلا تفاصيلها سيتويشن واوبجكتيف واستراتيجي وتكنيكس واكشن وكنترول. تمام، الطريقه بتاعتها ايه؟ هي بالظبط 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 زي الماركتنج بلان، بس على سكيل صغير جدا جدا، بتديك الافكار وتبني عليها اللي انت عايزه. بس طبعا ما تنفعش مع شركه كبيره، لا هي مع شركه كبيره بتكون حاجه لا تذكر، ما تنفع يعني، تنفع مثلا مع ستارت اب، مع حد شغال تاجر من خلال مثلا تليجرام والحاجات دي. تمام، فعلى حسب برضو الكيس نفسها، بس هي لوحدها ما تنفعش مع بيزنس كبير، لوحدها تنفع في بيزنس صغير. تمام، طيب ده سؤال. السؤال بعد كده، يعني لازم علشان خطة التسويق تبقى مظبوطة تبقى مبنية على حسب دخل الشركة ومكسبها قد ايه في السنة عشان اقدر احط لها بادجت تسويق مناسبة؟ طبعا لازم أن الشركة، يا جماعة انا ببني ماركتنج بلان، تمام، ببني ماركتنج بلان اصلا معتمدة على ان انا هصرف فلوس تسويق. تمام، انا عندي مصاريف تسويق غير مصاريف الاعلانات، فالمصاريف اللي انا هصرفها دي الشركة داخلها كام؟ انا مش هصرف وخلاص. تمام، لا لازم أن يكون انا عندي ارقام مبني عليها، انا لازم اكون عارف الكوست بير يونت كام. يعني انا دلوقتي بطلع لكل على كل منتج واحد كوست كام، تكلفة، وانا بكسب كام، واطلع مصاريف تسويقية لكل قطعة كام. يعني مثلا، تمام، تمام، حاضر، هعمل محاضرة خاصة بالجزء ده. تمام، انا يعني انا دلوقتي مثلا بشتغل على كنا بنتكلم في ايه؟ بشتغل على الماركتنج، الجزء بتاع البلان. انا فعلا لازم اكون فاهم الشركه بتطلع كام. مثلا انا دلوقتي ببيع، انا مصنع مثلا بتاع كوبايات، حلو، مصنع كوبايات. طب مصنع الكوبايات ده المفروض ان هو بيطلع كوبايات دستا، والدستا بيكون فيها 12 قطعه، والدستة دي بيكون محطوطة في باكج كبير، في مش عارف 1000، الكرتونة الكبيرة دي فيها 1000 باكت، وكل باكت فيه 12. طب ال 1000 دول عشان يطلعوا في الآخر كلفوني كام؟ كام عمالة؟ كام؟ طيب أنا دلوقتي بطلع في اليوم، أنا بطلع في اليوم، وبتاع الحسابات على فكرة لازم يكون فاهم الكلام ده، وإلا ما بتبقاش بتاع حسابات. تمام، بطلع في اليوم مثلا 1000 كوباية. طب أنا مصاريفي يوميا كام؟ والله مصاريفي يوميا 1000 جنيه مثلا، يعني خلينا ناخد أرقام بسيطة عشان الدنيا تكون بالنسبة لنا سهلة. طب ال 1000 جنيه اللي أنا بطلعها دي، ال 1000 جنيه اللي أنا بطلعها دي، المفروض كده مبني إن كل كوباية واخدة تكاليف جنيه، واخدة تكاليف جنيه. طب أنا بطلع بقى الكوباية بكام؟ والله بطلع الكوباية ب 2 جنيه ونص، يعني أنا مكسبي 2 جنيه ونص. طب أنا هطلع من كل كوباية، من كل كوباية جنيه، هطلع من كل كوباية جنيه، هطلع من كل كوباية جنيه تسويق. حلو، يبقى أنا المفروض بطلع من كل كوباية جنيه تسويق، يعني أنا مصاريفي في الشهر كفلوس تسويق 30,000 جنيه، ومطلوب مني ان انا شهريا ادخل للشركه 15,000 جنيه. تمام، خلاص، دي كيس بسيطه كده. تمام، دي طبعا عمر يعني اكيد الارقام اكبر من كده، بس بنحاول نبسط الدنيا شويه. تمام، فلازم لا تكون عارف انت هتطلع كام، ومصاريفك قد ايه، والحاجات دي كلها. مش بنشتغل كده وخلاص، ونعمل ونطلع ارقام وبتاع ونسوق كده وخلاص. تمام، طيب، انا بحدد كمصادر التنسيق. طبعا مع قسم المبيعات بتقعد تحدد كتير انت بقى، يعني انا في بروجكت انا مغلب بتاع الحسابات معايا، لا نزل في السعر شويه، قلل في الكوست، علي الكوست شويه، لا انا المصاريف دي مش هتنفع. الكلام ده كله انت لازم أن تكون عارف الكلام ده كله. انا عايز اقول لك ان الفاينانشال موديل كله، العمليات الحسابيه كلها بتتغير بسبب بتاع الماركتنج، عشان حاطط في البلان بتاعته اجزاء معينه في بادجت معينه. تمام، انا دلوقتي باجي اقول له لا والله السوق كله بيبيع بمبلغ معين، احنا ازاي نبيع بالسعر ده؟ تمام، والله احنا عندنا ميزه معينه، فاحنا لازم نعلي السعر، فهيعلي السعر يبقى هو عنده انكم اعلى، فعنده فاريتي اكتر، او عنده اريحيه في البادجت، فيقدر يطلع مصاريف اعلى، فيقدر ان هو يعلي
يبقى الكوست عنده عالي، تمام. فلازما بتاع الحسابات وبتاع المانيفاكتشرنج او بتاع التصنيع او بتاع الريسورس على حسب هي سيرفيس ولا برودكت ولا ايه بالظبط، وبتاع الماركتنج، لازم الثلاثه يكونوا ماشيين مع بعض. باختصار البزنس بلان او بزنس ديفلوبر وبتاع الحسابات وبتاع الماركتنج، الثلاثه دول لو الثلاثه مش ماشيين ماسكين في بعض يبقى على النص سلامه، يعني يبقى الناس دي كده شغاله اي كلام وخلاص، تمام. طيب هل الكلام ده لو انا شغال مع بيزنس صغير بيكون موجود؟ اه موجود، بس مش لازم يكون الثلاثه موجودين، ممكن يكون هو واحد بس بيبيع في البروجكت، هو بس انا لازم افهم منه حساباته، لازم افهم منه تفاصيله يعني، تمام خلاص. آه تمام. ايه تاني، حد تاني عنده سؤال او حد تاني عنده حاجه محتاج يسأل عليه؟ خلينا نشوف. تمام، شكرا جزيلا يا نادية. نادية محمد بن عيسى، اوكي تمام خلاص. أنا على فكرة يوم 17 إن شاء الله، يوم 17/12 هيكون في ميتنج أوف لاين، وغالبا هنتكلم فيه عن البلان برضه يعني، تمام. بس أز ديجيتال أو أز ماركتنج لسه مش عارفين، بس هيكون عن البلان بما إنك سألت على جزء البلان ده يعني، وهتكون أوف لاين يعني، تمام. وهتكون أوف لاين. نادية من يا الناس أستاذ محمود، الملتزمة معانا. أستاذة منى، إزيك؟ معاكي منى صح؟ أه منى. هو أنا طلبت من حضرتك قبل كده إن الأوفلاين يكون فيه ريكورد عشان نبقى متابعين مع حضرتك. انا والله العظيم بحاول في الجزء ده فعلا، بس يعني الله المستعان يعني، بحاول فعلا اظبط ده أوكي تمام. يعني، انا بحاول فعلا والله. لان يعني مش كذا يعني، حضرتك كذا حد طلب، بس انا بحاول حتى لو هي صوت يعني، تمام. مش مشكلة، حتى صوت بس. حاضر تمام، مفيش مشكلة. حاضر ترفع كده، شكرا جدا لحضرتك. لا لا، ربنا يوفقك، تسلم. تمام طيب. ايه تاني؟ طيب حد عنده سؤال تاني؟ ان شاء الله يعني. انا سوري، احنا بقالنا جمعتين ما تقابلناش لسببين كده، عشان كان فيهم مره اوف لاين، بس ان شاء الله احنا مكملين زي ما احنا عادي. وان شاء الله برضه هنتقابل يوم الاثنين. حد عنده اي سؤال تاني؟ تمام باذن الله. تمام. اوكي خلاص، خلينا يعني نتكلم كده المرة الجاية، نشوف هنتكلم عن ايه، وان شاء الله نتقابل الجمعة الجاية يوم الاثنين، وتصبحوا على خير.